خليني اروح سريعا لزميلنا كريم احمد واطمن على الفريق من خلال تواجده في ملعب التتش وتمرينه الفريق النهارده. كريم مساء الخير عليك. تحياتي ليك يا كابتن فاروق، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. حبيبي يا كريم، طمني طبعا على الفريق بقى والتمرينه ماشيه ازاي النهارده. بيستعد طبعا النادي الاهلي بكل قوه يا كابتن فاروق لمباراه الداخليه ان شاء الله، كاس مصر دور 16 على استاد السلام يوم الجمعه. بنتمنى اكيد ان شاء الله النادي الاهلي يعبر الى دور الثمانيه باذن الله في بطوله كاس مصر. كالعاده النهارده التدريب يمكن بدا، المفروض كان يبدا 4:30 لكن بدا في الساعه الخامسه، نظرا طبعا للمحاضره الفنيه، محاضره الفيديو اللي كان اجراها الكابتن حسام البدري للاعبي النادي الاهلي. ليه طبعا الوقوف على نقاط القوه والضعف لفريق الداخليه، وفي تاكيد كبير من الكابتن حسام بعدم الاستهانه بالقسم مهما كان الترتيب في الدوري ونظره طبعا في الدوري، لان بطوله كاس مصر ليها اختلاف كبير، لكن لابد يكون في فائز في هذه المباراه. التدريب يمكن لسه بادئ خلال 5 دقائق كالعاده، الجري الخفيف حول الملعب ببعض الاصالات مع الكابتن انيس الشعلالي، واكيد طبعا في خلال يعني مع التمرين يخش في الجد زي ما بنقول بلغه الكوره. نبدا نشوف وليد ازارو اللي كان بيعاني من الاجهاد في العضله الخلفيه يمكن بيغيب بشكل رسمي، ده اللي اتاكدنا من طبيب النادي الاهلي خالد محمود غياب وليد ازارو بشكل رسمي عن مباراه الداخليه. علي معلول يمكن لسه هو دلوقتي في التدريب البدني مع كابتن انيس الشعلالي، مع طبعا دخول في تدريبات الكره هنبدا نشوف ونطمن عليه هل هيكون موجود ولا مش هيكون موجود. بالنسبه لمباراه الغد سعد سمير النهارده هيكون متواجد في التدريب الجماعي، اتاكدنا ايضا من الجهاز الطبي للنادي الاهلي قال سعد هيكون متواجد النهارده في التدريب الجماعي، لكن اكيد الرؤيه الفنيه للكابتن حسام غدا الدفع بيه او ان هو يكون على قائمه البدلاء لسه طبعا ما اتحسمتش. الشناوي كمان عايزين نطمن الناس عليه، الشناوي يمكن الناس قالت ان هو عنده حاجه في الخلفيه، لكن امبارح هو كان بيغير بس اللزق الخاص على العضله الخلفيه، هو جاهز طبعا بنسبه كبيره جدا للمباراه ان شاء الله، سواء ان هو يكون موجود او علي لطفي او شريف اكرامي، لكن الشناوي جاهز بشكل كبير. صلاح محسن كمان كان عنده يمكن كادمة في الأرض. إكرام يا كريم مش يعني ممكن ما يشاركش في مباراة الغد ولا وارد؟ إكرام أنا شايفه في اللحظات اللي أنا بكلمك فيها كابتن فاروق بيتدرب تدريبات كرة مع الكابتن طارق سليمان، يمكن دخل في الأجواء امبارح كمان في التدريب الجماعي غالبا بشكل كبير جدا، سواء لو مش موجود في التشكيل الأساسي هيكون متواجد في القائمة الخاصة بالمباراة، لأن شايفينه النهاردة بيتدرب تدريب قوي مع الكابتن طارق سليمان هو وعلي لطفي وأحمد ومحمد الشناوي. كمان صلاح محسن عايز أكد عليه، يمكن صلاح جاله التواء في الانكل امبارح او كان كدمه قويه في الانكل امبارح في التدريب، في حماس كبير جدا يا كابتن فاروق بالنسبه لكل اللعيبه، كل اللعيبه عايزه طبعا تتواجد في التشكيله الاساسيه خلال المرحله دي. طبعا زي ما احنا عارفين الكابتن حسام بيحاول الدفع بكافه اللاعبين خلال الفتره القادمه سواء في مباراه الدوري او في مباراه الكاس، ففي حماس شديد حذر منه الكابتن حسام البدري اكثر من مره في تدريب الامس بعدم الدخول على بعض بخشونه، لكن الاصابات بتضرب النادي الاهلي بشكل كبير، فيعني بلغه الكوره مش مستحمله اصابات مع النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. كمان باسم علي بينتظم في التدريب الجماعي امس وان شاء الله يكون متواجد كمان في تدريبات الكره اليوم، الامور ماشيه بشكل طيب جدا بالنسبه للنادي الاهلي. وزي ما بقول لك في تاكيد كبير من الكابتن حسام البدري على غلق المباراه، طبعا مباراه سموحه بيها نتيجه 1-1 النادي الاهلي حاسم بطوله الدوري العام، لكن كنا عندنا امل ان احنا يعني نخش في تحطيم الارقام القياسيه زي ما انت عارف يا كابتن فاروق. لسه مستمره ان شاء الله كريمه ان شاء الله، عندك مباريات قادمه واهمها طبعا مباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله هتكون في ختام الدوري. خليني اسالك، انت اتكلمت مع الجهاز الفني عن مباراه الغد، كان انطباعهم ايه او كلامهم الاكثر عن مباراه الغد يا كريم؟ طبعا مباراه الداخليه زي ما بقول لك كابتن حسام يمكن التعليمات الكبيره وكابتن احمد ايوب الكلام اللي كان بسيط كده قبل ما يخشوا فيها التدريب، في تاكيد وفي تحفيز كبير جدا للاعبين. زي ما بقول لك اللعيبه طبعا عندها هدف هي الحصول على جميع البطولات، بالنسبه ايه بطوله كاس مصر يحافظ عليها النادي الاهلي الموسم الثاني على التوالي. في يمكن جاهزيه اللاعبين زي ما بقول لك والثقه والمعنويات الكبيره للاعبين واضحه في التدريبات، في حماس كبير جدا الكابتن احمد ايوب والكابتن حسام البدري في تاكيدات مستمره على اهميه المباراه، لابد يكون الحسم من البدايه الضغط في جميع اركان الملعب. والنهارده كمان هيكون في بعض الجمل التكتيكيه كالعاده من الكابتن حسام البدري ان هو طبعا يكون متواجد في التدريب بيشرح طبعا بعض الامور الخاصه بالجمل التكتيكيه، هيكون كمان في نهايه المران في بعض الفقرات الثابته الركلات الحره طبعا اللي بيحاول الكابتن حسام يختتم بيها كل تدريب قبل كل مباراه، بيكون في ركلات حره او ركلات ثابته بجانب كمان ضربات الجزاء لو في اي ضربات جزاء. لا الامور ماشيه بشكل جيد واللعيبه مستعده بشكل جيد، وفي تاكيد كبير وتركيز كبير جدا من الجهاز الفني ومن كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يا كابتن فاروق. كل التوفيق ان شاء الله كريم، بشكرك اكيد يعني واحنا بنتكلم كده التمرين شغال يا كريم، ابرز ما تراه من خلال التاكتيك اللي شغال بيه كابتن حسام البدري النهارده. يمكن زي ما بقول لك الفاروق لسه التدريبه يمكن
قدام 10 دقائق كمان. دلوقتي في مربعات الكره، كابتن حسام وزع اللاعبين على اكثر من مربعات كره، طبعا بيبقى في اثنين في النص انت عارف، واربعه او خمس افراد حوالين الكره. لكن النهارده زي ما بقول لك في التكتيك اللي هيكون خلال ربع ساعه او ثلث ساعه بكثير قوي من كابتن حسام البدري. النهارده التدريب مش هيكون مطول، سالنا التدريب هيكون ساعه فقط لا غير، نظرا طبعا للتوجه فريق النادي الاهلي الى المعسكر المغلق في احد الفنادق القريبه طبعا بالاستاد السلام اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي. واكيد هيكون في محاضره كمان غدا باذن الله بالنسبه لفريق النادي الاهلي في فندق الاقامه. اكيد التكتيك اللي هيكون متواجد من كابتن حسام البدري هيكون فيه تعليمات بيحسم المباراه بشكل كبير في خلال الدقائق الاولى. الضغط طبعا في اطراف الملعب في الثلث الامامي بالنسبه للاعبين، كمان التاكيد اللي احنا شفناه امبارح من الكابتن حسام وتعليماته للمهاجمين على انهاء الهجمات بشكل سريع. احنا بنضيع بشكل كبير جدا بعض الهجمات، اكد عليهم ان لابد يكون في تركيز كبير جدا سواء في الكرات العرضيه او ايضا كمان الكرات الثابته، يكون في تركيز كبير وحسم الكور اللي بتيجي امام المرمى بشكل قوي وبشكل مميز، نظرا طبعا لمباراه الكاس زي ما انت عارف يا كابتن فاروق لابد ان شاء الله يكون فيها فائز، واكيد ان شاء الله بنتمنى يكون. طيب واحنا بنتكلم بالنسبه للفوز، هل في تدريبات هتقام بجزئيه الضربات الجزاء؟ موارد وارد يا طبعا 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 يا كابتن فاروق طبعا. يمكن في نهايه المران زي ما بقول لك كابتن حسام بيبقى ليه تركيز كبير على بعض الركلات الثابته، بينهي طبعا التدريب، اللعيبه طبعا بتعمل بعض الاطالات وبيختار يمكن سبع او ثمان او تسع لاعبين كمان بيأدوا بعض الركلات الثابته، ومن بعدها كمان بيكون في الضربات الترجيحيه. واكيد طبعا انت عارف ممكن يبقى وارد يجي في ضربه جزاء او اكثر او تنتهي المباراه بالتعادل، اللي بيتمنى ان شاء الله تكون المباراه هي من نصيب النادي الاهلي. لكن ده اللي احنا متعودين عليه من كابتن حسام البدري، ان هو بينهي التدريبات في مباريات الكاس بالركلات الثابته وركلات الجزاء. كابتن فاروق اشكرك يا كريم، وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي. كريم زميلنا طبعا كريم احمد من استاد مختار التتش، طمنا بشكل كبير على كل اوضاع الفريق، ولسه طبعا التمرين مازال مستمر وان شاء الله فاضل له 10 دقائق هيكون في بعض الامور الخاصه طبعا بالتمرين على ضربات الجزاء الكرات الثابته، كل ده في دماغ كابتن حسام بدري لمباراه الغد. عايز اقول لكم ان